يا عم اعطيني اياهم وانا بعطيها عنا. ما بيمشي الحال، لازم سلمها اياهم باليد واشرحها طريقه الاستعمال. طب اشرح لي اياهم الي وانا بفسر لعنهم. لا لا لا، لازم اشوفها انا. ايه بس الحكيمه مشغوله كثير. ايه بنطرها. ايه بس العياده مليانه زباين، اذا بدك تنطر رح تنطر كثير. معلش رح انطر. ما تنسيش تعملي التحاليل وتكلميني. ميرسي دكتور. تشرفتي. زياد انت هنا من امتى؟ اتفضل. الو تانت روز، كيفك؟ تانت روز انا مني منيحه ابدا، مني عارفه من وين بدي بلش لك او من وين. اول شي فاضي تسمعيني؟ ايه اسمعيني. لكن شو هي؟ خير شوفي؟ ديانا ما عم ترد لك. خلص اتركها يا زلمة، بتكون مشغولة بشي قصة بس تفضل لحالها بتحاكيك. شو اتركها؟ طيب يلا انا رح انزل على الجامعة بخلص بحاكيك. وي 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 وي، شنو هذا شنو هذا؟ وسامة متشنك مغلي علينا الأسعار؟ لك يا أهلين وسهلين بأحلى جارة، الله وكيلك أنا ما دخلني، هن بيرفعوا المواد الأولية بتغلى الأسعار. لا والله مش علي اللعبة هذه. شو قصدي؟ يعني قصدي لا تغلي علينا، عاد احنا حبايبك وجيرانك ونحبك ونموت فيك. شوف اذا جيت المره الجايه بنص الليالي وقاعد بالحاره ترى عادي ننزل عندك ونتكلم، جدا عادي، بس لا تغلي علينا الاسعار. ايوه. وي محبس وينه؟ مريومه انت من الاخر شو بدك؟ بدي تشيز كيك وبدي هيدي الكرواسون شوكولا وبدي كل شيء حلو يعني. بس ها بعطيك نصيحه، حط المحبس احسن لك قبل ما العويه اللي عندك في البيت تسوي لك سالفه. نصيحه لله بس. طيب خلص انت ريحي حالك وكل شيء بيوصل لعندك، بس غص اوعك. ها كل شيء اللي بدي اياه، كل شيء اللي بدي اياه باخذه، كل شيء هو قال كذي.